تقول أختي توفي زوجها وترك لها 5 أطفال أكثرهم يبلغ من العمر 11 سنة وهم يقيمون وأمهم معنا بعدما رفضت الزواج ثانية، ولأنهم مشاغبون ويغضبونني في بعض الأحيان فتراني أنهرهم وأضربهم أحيانا، فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني شديدة الحب لهم؟ دون جزاكم الله خيرا. هؤلاء أيتام يجب الإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم لأنهم أيتام، وليكن له حق إذا كان قريبا، فأولاد أختك أقارب لهم حق القرابة وحق اليتيم، قد أوصى الله تعالى باليتيم وأمر بالإحسان إليه، وقال تعالى أعمل اليتيم فلا تقهر، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الإحسان لليتيم ولا سيما القريب هذا فيه أجر عظيم، والإساءة إلى اليتيم هذا أمر محرم، فعليك بمراعاة هذا الأمر وعدم الإساءة إليهم. وأما التأديب لمصلحتهم، التأديب إذا كان لمصلحتهم وهو في حدود المشروع فلا بأس بذلك لأن هذا من مصلحتهم، لكن عليك بالرفق بذلك والنظر في المصالح ودرء المفاسد. جزاكم الله خيرا.